مساكم الله بكل خير لمستمعينا راديو مكس اف ام، معكم ريما عبد الله وبرنامج غرفة 11 اللي يجيكم من الحين لين الساعة 10:30. اللي حاب انه يتواصل معنا على الاس تي سي 8348844 موبايلي 6305906305. وزين 7342732222. بعد شوي بيكون معنا مداخلة مع لاعب نادي الاتفاق والظهير الايمن للمنتخب السعودي الكابتن عبد الله صالح، وبناخذ من الاجواء وكل التفاصيل حول مباراة المنتخب مع الصين يوم الاربعاء. نبدا معكم باولى اخبارنا المحلية. أوضح رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن قرار إقالة المدرب كومبواريه كان قيد التفكير منذ فترة بسبب بعض الملاحظات على آراء المدرب الفرنسي، مبينا أنه لم يكن يود إقالة كومبواريه لولا توفر بديل مناسب وهو الكرواتي زالاتكو الذي يعمل في نادي الهلال منذ بداية الموسم مع الفريق الأولمبي. وأضاف قائلا: منذ شهر وأنا أتشاور مع أعضاء الشرف حول قرار الإقالة وتوقف الدوري، ساعدنا على إقالة كومبواريه. هاجم عادل جمجوم نائب رئيس نادي الاتحاد الإعلاميين الاتحاديين متهما إياهم بالعبث في تاريخ النادي من خلال البحث عن الأخبار الكاذبة واختلاق المشاكل للتأثير على سير النادي، قائلا: لا توجد أي مشكلة في نادي الاتحاد، فقد كانت هناك مشاكل مالية وتم حلها ولله الحمد، أما ما يظهر عبر الإعلام من وجود مشاكل إدارية فهذا افتراء وإشاعات لا صحة له. كنا نتمنى لما يكون في إدارة النادي الاتحاد مشاكل، لكن على ما يقولون ما في دخان من غير نار. أشارت أنباء إعلامية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يطلب حتى الآن طواقم تحكيم أجنبية لإدارة مباراتي نصف نهائي كأس ولي العهد والتي ستقام السبت المقبل بمباراتين تجمع الأولى الفيصلي بالهلال في المجمعة والثانية الرائد والنصر في بريدة. وأشارت الأنباء أن لجنة الحكام الرئيسية باتحاد القدم قد رشحت الحكمين مرع العواجي وعبد الرحمن العمري لإدارة المباراتين في حال لم يتم الاستعانة بطواقم أجنبية. نستكمل معاكم الأخبار وأخبار الأندية المحلية والعربية والعالمية، ونستكملها مع الفيصلي. شهدت تدريبات الفيصلي اليوم حضور رئيس النادي الأستاذ فهد المدلج وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومن جهة أخرى التحق اللاعبان الأردني ياسين البخيت والعماني إسماعيل العجمي في معسكر منتخب بلادهم التي تستعد لخوض تصفيات كأس آسيا يوم الأربعاء القادم. شهدت التدريبات الشبابية اليوم خضوع ثلاثي الفريق الأول تميم الدوسري وفهد الدوسري وبدر السليطين إلى تدريبات خاصة. من جانب آخر يلتقي الفريق الأول نظيره الفتح وديا يوم الأربعاء المقبل في نادي شباب، ومن جهة أخرى غادر المحترف الكوري كواكتاي إلى بلاده للانضمام إلى صفوف المنتخب. نكمل أخبارنا عن الأندية المحلية والعربية والعالمية، لكن الحدث اللي كل منتظرة وهو الأهم، مباراة المنتخب السعودي مع الصين يوم الأربعاء في الدمام، وبنتكلم على هالموضوع أكثر مع الكابتن عبد الله صالح اللي هو لقب بالظهير الطائر وكان لاعب في نادي الاتفاق والظهير الأيمن للمنتخب السعودي في عام 88 اللي حققناها في قطر. رحب فيك كابتن عبد الله. كابتن عبد الله مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، نورنا يا كابتن بوجودكم ان شاء الله، ومشكورين على اتاحه الفرصه لتحدث اذاعه مكس. تستاهل والله يا كابتن ان نستضيف شخصيه مثل شخصيتك، يعني انت اول من يعني عطى اللاعبين دفعه او عرفهم على معنى الظهير العصري، فانت تعتبر طبعا بصمه لا تنسى في التاريخ السعودي. الله يبارك في شخصي ومشكور على الإطراء، وبالنسبة لي أنا يعني واحد من الجنود اللي يمثلون المنتخب السعودي ويمثلون وطنهم، والحمد لله أني قدرت يعني أتيح لي الفرصة بمجهود زملائنا
ان نقدر نترك بصمه عند جمهورنا العزيز الغالي، وما زالوا يذكرون والله الحمد في انجازاتنا اذا كانت 88 و94، وان شاء الله يا رب ان الامور ترجع على ما هو عليه ان شاء الله. ويعني كره القدم دائما فيها غالب ومغلوب، ولازم احنا كرياضيين ان نكون صبورين ونكون تحلى بروح رياضيه، وهذا منتخب يعني أكيد. منتخب وطن ويحتاج الى 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 قبل يعني نكون دائما متفائلين ان شاء الله. طيب كابتن، خلينا بما ان طبعا المباراه حتكون في الدمام وعندكم، فتعطينا الاجواء ما قبل المباراه، كيف شايف المنتخب؟ هل بنشوف ان شاء الله منتخب جديد؟ وتعطينا رايك حول المدرب لوبيز، خاصه ان احنا الحين بندخل في تشكيله جديده ولاعبين شباب جدد، ايش اللي انت تتوقع من المباراه القادمه؟ طبعا ما في شك ان الان يعني دائما اي لاعب ينضم الى المنتخب واي مدرب يقود المنتخب الاخضر، احنا طبعا ما نمشي وراء اسامي ان كانت من جهه اللعيبه الفنيه او لعيبه او اداريين، احنا نمشي الى المنتخب السعودي، من يمثل المنتخب السعودي اللي هو الوطن احنا داعمينا وشجعنا. طبعا ما في شك ان الاجواء في الدمام الحمد لله يعني اجواء صاحي وفي بروده، لكن يعني اجواء يعني تعتبر كرويه. ما في شك تجمع المنتخب السعودي من الجمعه. انت كلاعب كابتن عبد الله، الاجواء البارده هذه ما تاثر شوي على اللاعبين على ادائهم؟ بالعكس الجو البارد هو اللي يخلي اللاعب يتحرك اكثر، لان ما لو جلس، احنا كنا فتره جاتنا برضو البدلاء او الاحتياط او الجمهور هم اللي الله يكون في عونهم يعني، لكن اللاعب كل ما تحرك اكثر يعني يحتاج الى ان يتحرك في البروده، لانه ما يقدر يوقف، لانه خاصه الجو البارد ياثر على عضلات اللاعب داخل الملعب، فما اعتقد ان فيها تاثير يعني. طيب وش رايك في التشكيله الجديده اللي حطها لوبيز؟ وش رايك في المدرب لوبيز؟ طبعا اذا بفرغ لسؤالك، بس احب اني اول شيء يعني اتمنى التوفيق لمنتخبنا في المباراه القادمه مع منتخب الصين القوي المستقر فنيا ومستقر في التشكيله الاساسيه، صنع كوره، عنده لعيبه محترف، عنده محترفين تطوروا تطور كبير جدا يعني. احنا قابلنا منتخب الصين في عده مناسبات، في تطور كبير في منتخب الصين، بدأت المليارات الآن في الدولة الصين تنتبه إلى الرياضة كصناعة، وبدأت في عندهم لعيبة يحترفون خارج الصين. منتخب الصين يعني بدأ يعني قوي جدا يعني يعتبر، ويكفي أنه مستقر الآن. طبعا في الوقت هذا يعني تمنياتنا للمنتخب إن شاء الله يعني يطوي صفحة دولة الخليج ويفتح صفحة جديدة، طبعا زي ما تفضلت في تشكيلة جديدة في مدرب يعني جديد. طبعا ما في شك التشكيلة يعني يمكن خلت من بعض الأسماء، لكن أنا يعني زي ما قلت في البداية يعني دائما أحب أن الجمهور أو أي كان كابتن عبد الله، يعني أنت مع الأسماء اللي ما موجودة حاليا؟ أنا أنا ما علي احترامي الأسماء اللي ضمت أو الأسماء اللي بعدت، أنا ضد أن يجير أي انتصار أو أي قوة للمنتخب لشخص ما مهما يكون اسمه، أنا ضد الكلام هذا. أنا أتمنى يكون التشجيع للمنتخب السعودي ليس لاسم معين أو شيء أثناء معين. إحنا الخطأ اللي وقعنا فيه في الفترة اللي راحت من إعلاميين أو بعض المنتمين قلنا كثير من اللي هو قاعد يعني نعطي اللعيبه في بعض اللاعب او بعض اللعيبه اكبر من حجم، خاصه اذا يمثل المنتخب السعودي. المنتخب السعودي لا يجير انتصاره او فوزه او باي او تاهله في من مراحل المراحل الى لاعب معين او الى هذا، لان كره القدم 11 لاعب جماعيا. طبعا مش ذنب الظهير اليمين او قلب الدفاع او الحارس او الوسط انه يكون ما يسجل اهداف، ويميزون المهاجمين او اللي يسجل هو اللي يعطونا النجوميه او يعطونا الاضواء كلها وياخذون اضواء من اللعبه الثانيه، فهذا يعتبر احباط. فيفضل الان في المرحله القادمه مش بس نعطي الفرصه او نفس التحضيريه، يفضل الان حتى من التركيز الاعلامي انه ما يحطون الاضواء على لاعب معين
وانه هو اللي بيشيل المنتخب او لا. المنتخب السعودي كل اللي في المنتخب السعودي نجوم في انديتهم، لذلك تدعو في المنتخب السعودي. لكل واحد له اسمه على حسب النادي اللي يمثله او النادي الخان اللي هو. نعم، لان ما انت منظم للمنتخب السعودي اللي هو يكون نجم ولا اسمه ومكانته في هذا المفروض، عشان كده تدعى. هذا المفروض بالضبط، هذا اللي نبغى يعني من حتى الان الصحوه يعني او الدعم الاعلامي اللي الان صاحب لمصاحب المنتخب السعودي لمباراتنا يوم القادم وان شاء الله تستمر، انه يكون ما يركزون على لاعب معين ويتركون الباقي. لازم يشيد بالمجموعه او بحاله الفرق. هنا يكون في انصاف اللاعب، لان ترى اللاعب يعني انا اقولها لاعب حساس جدا، واللاعب يعتبر في كره القدم انا كلاعب اقولها من خبره وتجربة، اللاعب حساس كطفل داخل الملعب، أي كلمة ترى تهزه وتجرحه، في غيرة بعض اللعيبة، في غيرة بعض مهما يقول لك، لأن اللاعب إذا شاف ميزه لاعب عنه في 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 في, في, في إعلاميين، وأنه في الجير والفوز للاعب معين ممكن يأثر عليه نفسه، يأثر بس ما حد يحس فيها، ولا راح يبين اللاعب الثانيين إن هم متأثرين. حتى النجومية الآن إحنا قاعدين، انا ما ابغى ادخل في، احنا نركز على الموضوع، لكن احنا إيه؟ قاعدين لا بس ناخذ منك، انت عشت هالايام وعشت هالاجواء لان احنا قاعدين نتخيل الان، قاعدين يميزون اللاعب عن لاعب، اذا ما ضموا اللاعب قالوا هذا اللاعب، ليش نضم اللاعب هذا، لدرجه ان صارت المنافسه الانديه بالنجوم صارت بالمنتخب، فهذا اللي يسوي حزازيه ويسوي امور نفسيه ما حد يعلم فيها، وانا اقولها من تجربه، يعني مهما اخبي انا كلاعب من إحساس إلا إن الشيء يأثر داخل. هذه الأشياء موجودة، إن نجم لازم يبرز نجم على 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 يكون بأداء أو داخل الملعب بظهوره بتميزه، موجودة في الأول والآن موجودة، ما زالت موجودة، لكن ممكن يكون الآن بكثرة، بحيث إن لأن تعرفين الآن الأمور مفتوحة، أنا أسميه زمن الإعلام الآن، زمن الإعلام. من يريد أن يوصل أو هذا لازم يكسب الإعلام، من يريد أن يظهر إحنا ما نبغى اللاعب يكسب الإعلام، إحنا نبغى يكسب لنا مباريات، أيوة نبغى يأدي في الملعب. أيوة أنا بالنسبة لي يعني برضو تابعت الفترة الأخيرة كثير هاجموا الإعلاميين، هاجموا الإعلام، هو سبب الإخفاق، هو صحيح إنه يمكن إحنا في وقتنا ممكن كان تلفزيون سعودي فكان في جرائد الصحف زي كذا، لكن بالنسبة للإعلام السعودي قوي جدا ويعمل له ألف حساب في جميع البطولات، أو حتى الإعلام الخارجي يعمل الإعلام السعودي ألف حساب، وهذا طبعا يبين الإعلام السعودي لأنه في تميز وفي في إثبات وجود. فالإعلام السعودي طبعا ما يتحمل إخفاقات المنتخب السعودي، ما يتحمل إخفاق أي كان فنيا، لأن هي سهلة ومهمة، ما هي صعبة. كرة القدم دائما إذا كان عندك لعيبة ومدرب يضبط اللعيبة داخل الملعب صح ويحط اللاعب في مركزه اللي يرتاح له ويوجه التوجيه الصحيح، انتهينا، ما في إعلام. اللاعب لازم هو اللي يؤدي. احنا ياما ضغطنا من الاعلاميين، ياما انتقدونا، ياما في انديتنا او المنتخب، لكن كان الرد يكون في الملعب، ما كان عبر الصحف او ممكن نقول والله. طب لكن عبد الله كمان ما تشوف ان المفروض ان الانديه يعني يكون فيها شخص او طبيب نفسي رياضي ممكن انه هو يتعامل مع اللاعبين من الناحيه النفسيه، بحكم ان الان يمكن الوضع مختلف عن زمان، لان الاعلام صار واضح بشكل اكبر، سواء المقروء او المسموع او المكتوب، فليش ما مطبق عندنا هالموضوع؟ كنت بطبق الى نقطه اللي هي بخصوص اللاعب عن طبيب النفسي. انا بالنسبه لي من خبرتي وتجربه اقولها، ما اقولها من جرد راي، لا، في فرق بين شخص منظر وفي شخص مجرد او خاش في تجربه، وخشيت في تجربه عميقه يعني على سنوات حوالي 18 سنه وانا في كره القدم من نادي المنتخب، ومرينا مراحل كثيره. ما كان عندنا طبيب نفسي، وكنا نمر مراحل هزاين قاسيه ونمر في المنتخب او النادي، خاصه المنتخب، انا اتكلم على المنتخب، دائما احنا نتكلم على المنتخب. انا اقول اللاعب هو طبيب نفسه. انا ضد ان اللاعب الان في الفتره الحاليه، انا كسبت كثير توجيه ان اللاعب ينام بدري، تقذف، لا تروح، لا تجي،
لا، اللاعب هو لازم يكون قريب نفسه، هو اللي يعالج نفسه بنفسه. انت الان محترف، اذا انت اللي تروح تنام بدري، انت تحرص على نفسك بجميع الامور. الاحتراف مش في الراتب ولا العقد ولا الاحتراف في الاداء، الاحتراف بالعقليه. ليش يفرق بين اللاعب المحترف الاوروبي واحنا؟ اللاعب الاوروبي الساعه 9 وهو نايم، ما حد يقول له ولا حد. وين كابتن عبد الله اللاعب الاوروبي واللاعب اللي هنا؟ يعني النقيض تماما. انا والله مش عشان اقولها اني يعني جينا مجي، انا اتكلم عن نفسي انا. او ما كان عندي احتراف. على فكره انا بديت يعني عرضوا علي في بدايه الاحتراف، بس انا رفضت اني احترف، فاتفضلت اني امسك وظيفتي لان ما كانت الامور واضحه بالنسبه لي. فاللي اتكلم على انا، احنا جاتنا فتره يعني في عز ان ما قبل الزواج ما كنا، والله كنت انام بدري الساعه 9 وكان في تمرين واحد فقط الساعه 9 كنت انام عشان حريص ايش المطلوب مني. يعني انا اقولها من تجربه، يعني اللاعب مهما حرص هو اللي هو يكون طبيب نفسي، لان الطبيب النفسي ممكن يكون متواجد هو يعني، بس على الاقل يكون عامل مساعد. يعني يمكن في ناس ما عندها قدره انها تعالج نفسها، بس انه الانسان اللي ما يراقب نفسه بنفسه لا يمكن احد يصلحه. طيب كابتن، كابتن عبد الله سؤالي الاخير عشان ما بقى عندنا وقت، بما انك طبعا اول ما بديت بفكره الظهير العصري، حسن معاذ سلطان البيشي اظهره في المنتخب السعودي، تشوف المراكز اللي هم فيها هم الافضل، ولا المفروض ان تكون في اسامي مختلفه عن حسن معاذ والبيشي؟ يعني وش رايك فيهم في مكانهم في مركزهم؟ هم كاظهره يعني انا اشوف حسن معاذ اكثر خبره من سلطان. طبعا هنا الظهير اليمين مكان حسن، فاذا بتطرق عشان ما اخذ وقت كثير، طبعا حسن معاذ عنده النزعه الهجوميه وشوي ضعيف يعني شوي في الناحيه الدفاعيه. في هي يعتمد على تكتيك المدرب، اذا احتاج سلطان او حسن معاذ ماذا يريد في مباراه الصين؟ هنا السؤال. لكن انا اشوف الاثنين الان على خريطه السعوديه، انا اشوف كحسن وسلطان الاميز كاظهر الان في الظهير اليمين الان. طيب كابتن عبد الله، كم تتوقع تنتهي المباراه؟ طبعا اول شيء انا قبل اتوقع اتمنى تسهيل لي بالسلطه اني اقول يعني اتمنى ان جمهورنا يعني يساند منتخبنا يوم الربوع، ان كان الموجودين في جمهور الدمام او المدن اللي حول الدمام، والدعاء لدعم الجمهور اللي خارج الدمام انه يتمنوا لمنتخبنا ان شاء الله التوفيق والنجاح. المهمه ما هي سهله، المهمه صعبه، الوقت قصير، المنتخبات خشت مباراة قوية ودية مع منتخبات مثالة، احنا الان منتخبنا يلعب مناورة مع نادي الطاقة اليوم. طبعا التشكيلة ما راح تكون منسجمة، اللهم الان كخبرة الان اقولها، الان يحتاج المنتخب السعودي انه يلعب بالروح القتالية اكثر من الامور التكتيكية. لأن ما أعتقد أن المدرب في يوم ليلة بيحط بصمت على اللعيبة، فهو يحتاج الآن المباراة هذه، خاصة المباراة هذه كمباراة قصيرة، يحتاج إلى الروح القتالية أكثر من الأمور التكتيكية داخل الملعب. التوقعات طبعا أنا ما أقدر، يعني توقعاتي أتمنى أول شيء المنتخب السعودي أنه يتوفق وأنه يقدر إطاقة المنتخب الصيني بهدف مبكر، أو ممكن يحافظ على لين يقدر يسجل. لكن المنتخب الصيني ما هو سهل، وزي ما قلت في البداية أنه قوي وتطور كبير. أتمنى بس إن شاء الله يعني هي مو إن, إن, إن المنتخب السعودي لا قدر الله صار أي شيء في ظروف المباراة القادمة، إن ما نرجع على دورة الخليج ونتائجها ونرجع إلى الماضي، لا، عندنا لسه مباراة قادمة. فأتمنى يعني أنا أشوفها ممكن يعني إذا ما يمكن تنتهي بهدف واحد لصالح مين؟ هدف واحد هي تمنيتي للمنتخب السعودي، لكن التوقع احنا نتكلم منتخب يعني لسه مدرب جديد وزي ما قلت تشكيله جديده، فيعني ما احنا قلنا نتمنى بس نشوف الروح اللي نتمناها في المباراه بغض النظر عن الفوز والخساره. لسه لوبز جديد بالضبط، واللاعبين يحتاجون وقت بالضبط للاندماج، لان هذا اللي اشوفه الان من ناحيه الفنيه ما اعتقد انه بيطرا شيء كبير، لكن هي الروح اللي المفروض تكون هي حاضرة موجودة داخل الملعب. أتمنى المنتخب السعودي إن شاء الله يعني، أو أتوقع إن شاء الله يعني
منتخب السعودي 1-0 في المباراة إن شاء الله، وقدامنا تصفيات كأول أو مباراة تصفيات إن شاء الله. شكرا لك كابتن عبد الله صالح، مع دعوات للمنتخب إن شاء الله. أكيد. مع دعوات للمنتخب بالتوفيق، وبرضو أقول يعني قبل أن أكلمك وأشكركم على هالمداخلة، ويعني أتمنى إن شاء الله يكون إحنا في طروحاتنا واقعيين أكثر من نكون منظرين أو مجاملين للمنتخب، وخاصة المنتخب كلمة أخيرة للجمهور يعني المنتخب أو الإعلاميين، هذا منتخب وطننا، هذا الوطن لا يجرح، يجب أن حتى وانتقدناه من ناحية فنية أكثر من التجريح، لأن هذا وطن. شكر موصول لك كابتن عبد الله صالح، لاعب نادي الاتفاق والظهير الأيمن للمنتخب السعودي في عام 88 اللي حققنا فيها كأس آسيا في قطر. نرجع لأخبارنا المحلية. أوضح صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب أن ما تناقلته وسائل الإعلام منسوبا له ولبعض المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم حول موافقة الجهات العليا على التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد والطاقم الفني المساعد له للإشراف على إعداد منتخب المملكة العربية السعودية الأول لكرة القدم، وأن المقام السامي قد تحمل تكاليف الشرط الجزائي في إنهاء العقد عاري من الصحة ولا أساس له، وأن التصريحات فهمت ونقلت بشكل خاطئ وبعيدة عن الحقيقة. وأوضح سموه في تصريح صحفي له اليوم أن الشركة الراعية للمنتخب السعودي سحبت رعايتها بسبب عدم تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم الماضي في عام 2010، كما أن الشركات المتخصصة في مجال الرعاية والتسويق لم يعد لها الحافز للحصول على حقوق رعاية المنتخب، مما دفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبعد توقيع العقد المبدئي من المدرب أو مع المدرب المذكور دون تدخل من أي جهة كانت، حيث أن هذا من اختصاصنا أن تطلب من وزارة المالية تعزيز بنود الرئاسة العامة لرعاية الشباب شأنها في ذلك شأن أي جهة حكومية توجهها مستجدات تدفعها إلى الالتزامات لم تكن مدرجة في الموازنة العامة، وبناء على ذلك فقد قامت وزارة المالية بتقديم سلفة مالية تمثل جميع ما يترتب عليه على التعاقد مع المدرب المذكور وطاقمه لمدة 3 سنوات تدفع للاتحاد على دفعات سنوية متساوية على أن يكون الحد الأقصى لما يدفع من الميزانية العامة للدولة هو قيمة الفرق بين مقدار الدعم الذي تتلقاه الرئاسة ومقدار ما كان يتم تحصيله من الرعاة، وعلى أن يكون هذا المبلغ سلفة تسجل على الاتحاد السعودي لكرة القدم ويتم استيفاؤه منها فور توفر الرعاية للمنتخب وتبع سموه يقول أنه إذ يوضح ذلك فإنه يؤكد في ذات الوقت الالتزام أو التزام الرئاسة العامة لرعاية الشباب الكامل بتسديد السلفة المشار إليها لخزينة الدولة، مؤكدا مسؤولية الرئاسة الكاملة حيال التعاقد مع المدرب المذكور واختياره، وذلك بحكم الاختصاص ومسؤوليتها الكاملة أيضا عن تكاليف الشرط الجزائي نظرا لكونها الجهة المخولة في التعاقد بشروطه وتكاليفه والتزاماته. نختم خبرنا عن المنتخب السعودي. أيضا أجرى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم الأحد مناورة تدريبية مع فريق نادي الاتفاق في الساعة 6:00 مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وانتهت المناورة بفوز منتخبنا الوطني 3-0. سجل جميع الأهداف في الشوط الثاني وسجلها اللاعب نايف الزاسي في الدقيقة 45، وهدفين سجلهما اللاعب سلمان الفرج في الدقيقة 51 و59، وأشرك المدير الفني للمنتخب السيد لوبيز مجموعتين من اللاعبين في هذه المناورة، المجموعة الأولى في الشوط الأول والثانية في الشوط الثاني، وكان وقت المناورة 60 دقيقة موزعة على الشوطين. أتمنى التوفيق كلا إن شاء الله المنتخب السعودي. كذا انتهى برنامج غرفة 11، إن شاء الله نلقاكم بكرة بنفس الموعد من الساعة 10 مساء، وبرنامج الجولة من الساعة 6 للساعة 7 مع ثامر الحميد وزملائنا معدين البرامج الرياضية عثمان الصولي وعبد الله المحضر.